وتريلت حلا سلام عليكم. قبل فترة دخل علي واحد قال لحيتك ليش ما تهذبها وتزينها تقصها منه وتقصها منه وتربي شعره؟ اللحية إذا هي مخليها الواحد عشان الله عز وجل هي تجمله وحلقها ما يجمل، هي تربيه هي تهذبه مو هو يهذبها يربيها. بس شوي منه وش منه. قلت أقول شوف أنا عادي يعني بمشي معك إني بسوي مثل المشهور الفلاني، وهذا اللي صورة واحد مشهور عنده لحية وحاط شعر شوي ورا. قلت الآن، قال ترى مجرد موضة ولا يعني ما قصدنا نخالف الدين أو شيء. بمشي معك بمشي معك. طيب يوم القيامة إذا جينا عند حوض النبي عليه الصلاة والسلام في ملائكة حارسته، نجي بعض الناس يبي يشرب فيردونه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليش؟ الحبيب صح نحبه؟ قال إيه نحبه. ليش؟ قال لا تعلم يا رسول الله أنهم بدلوا بعدك وغيروا. أسألك سؤال، أيهم أجمل، سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا موضتها اللي مدي وش دينه ذا؟ قال لا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بس ترى هذه مجرد موضة. قلت يعني معقولة ذوق هذا الشخص أجمل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما اختارها الله عز وجل لنا؟ قال لا مستحيل. قلت أجل عليكم بسنتي يقول عليه الصلاة والسلام.